أخبار اليوم. أرحب بكم أيها الأحباء في هذه الأمسية الجميلة، وأفرح أن أشترك معكم في إطلاق هذا المنتج السياحي، وأستعير هذا الأمر من سيادة وزير السياحة الأستاذ هشام زعزوع. العائلة المقدسة في مصر، والسيد المسيح أول سائح يزور بلادنا في بدايات القرن الأول الميلادي. ربما السؤال الذي يخطر ببالنا: كيف حفظ مسار هذه العائلة المقدسة عبر الأجيال، ومن حافظ عليه؟ الكنيسة القبطية، الكنيسة المصرية، هي التي حافظت وتحافظ على مسار وتقاليد هذه الرحلة المقدسة للعائلة المقدسة من بدايات القرن الأول. وفي التاريخ المسيحي المصري، البطريرك البابا ساوفيلوس رقم 23 في عداد البطاركة في نهايات القرن الثالث والرابع، كان يصلي بحرارة لكي ما يعرف دقائق وتفاصيل هذه الرحلة، وأعلنت له في رؤية من خلال السيدة العذراء مريم بكل التفاصيل. ومن خلال هذه التفاصيل عرفنا أن الرحلة المقدسة، العائلة المقدسة، عاشت في مصر 3 سنوات وحوالي 6 أشهر. هذه الرحلة يا إخوتي وهذه الزيارة المباركة هي سبب بركة لبلادنا. في الماضي هي بركة، لأن عندما دخلت العائلة المقدسة إلى مصر تلاشت كل العبادات الوثنية، وزي ما رأينا في البرزنتيشن أن كانت العائلة المقدسة لما تدخل مكان الأوثان تقع وتنتهي العبادات الوثنية، فكانت بركة في الماضي. والعائلة المقدسة زارت أماكن كثيرة، سأعطي مثالا صغيرا. زارت بلدة صغيرة تسمى سخا في دلتا النيل. ربما كلنا نسأل اسم سخا ده جه منين. سخا جه من كلمة قبطية قديمة، بيخا إيسوس. بيخا إيسوس يعني كعب يسوع. العذراء مريم عندما كانت تتعامل مع طفلها الوليد، فانطبع كف قدميه على الحجر، فسمي المكان بيخا إيسوس. ولأنه اسم طويل تحرف عبر الأجيال إلى أن صار بهذه الكلمة البسيطة سخن.